السلام عليكم. وعليكم السلام. ويانا مدير مستشفى النعمان دكتور صلاح عبدان العزي. طمنا عن حاله الكابتن احمد راضي. الحمد لله، الان وصلنا قبل دقائق الكابتن وحالته بفضل الله تقريبا مستقره، ووضعه يطمن على خير ان شاء الله. نسال الله ان يحفظه ويحفظ جميع روادنا ورياضيين وجميع العراقيين. الان صحته طمن بخير، عنده بعض الاعراض البسيطه ان شاء الله، نسال الله ان يقوم من عندها سالم ان شاء الله. ان شاء الله. شاكرين لكم احنا. واجبنا نشرف بخدمه ابطالنا وروادنا. قلنا من الدكتور قصرون، والله ما شاء الله عليكم، ما قصرتوا شيء وكفيتوا ووفيتوا كل شيء. واجبنا هذا، بالعكس يعني احنا نتمنى نشوفك بظروف افضل من هذه، وكان امنيتنا نشوفكم دائما انتم نجوم العراق ورواد العراق وبعتم صحه وعافيه، لكن هذا المرض هذا وضعه، حتى يعرفون الناس الاخرين للاسف الكثير لحد اللحظه يدعي انه لا توجد كورونا، وهذا دعايه سياسيه او عالميه. لا، اخواننا ابنائنا يوجد هذا المرض ومرض موجود، ونسال الله ان يجنب الجميع، ما نريد احد يفقد من اعزائه واحبائه يلا يشعر بهذا المرض. لذلك الالتزام بالوصايا الطبيه، الالتزام بالوقايه ولبس الكمامه.